أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت؟ وهذا يدلنا على أن الذي في سياق الموت تكون وصيته ممحوظة خالصة. لماذا؟ لأنه لا يريد شيئا من الدنيا. ولذلك عند الترمذي من حديث العرباض بن سارية، عند الترمذي وأبي داود وابن ماجة أيضا، أن في حديث العرباض قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع. لاحظ تعبير الصحابة، كأنها موعظة مودع، يعني هذه الموعظة ممحوظة خالص. النبي عليه الصلاة والسلام لا يعظ ولا يوصي ولا يذكر إلا بإخلاص، لكنهم قالوا كأنها موعظة مودع لما رأوا من النبي عليه الصلاة والسلام من الزيادة في وصيتهم والحرص عليهم. كذلك يعقوب عليه السلام جمع بنيه فقال وصاهم. وللأسف الآن أغلب الآباء همه المقلق وشغله الشاغل ما هو؟ خايف على أولاده بعد الوفاة ماذا يحصل لهم من أمور الدنيا. قليل من يفكر بمثل هذه الوصية، قليل من يخاف على أولاده أن يهتز إيمانهم أو أن يضعف دينهم أو يوصيهم أيضا بتوحيد الله وبتقوى الله عز وجل. للأسف الآن أغلب الناس يقول: والله أنا ما أدري إذا مت ماذا يكون مصير أولادي. قد تكون أنت حجر عثرة في طريق رزق أولادك، إذا مت أغناهم الله وأنت ما تدري. ولذلك ينبغي أن يكون هم الإنسان الكبير وصيتهم بتقوى الله وبتوحيد الله وبالإيمان به وبنبذ الشرك والحذر من البدع. هذا الذي ينبغي. ولأجل هذا تجد الفرق بين وصية العلماء ووصية العوام. العالم يكتب: أوصيكم بتقوى الله والثبات على دينه وبسنة رسوله، ويذكر هذا. لكن العوام في الغالب: أوصيكم بكذا وكذا، كل حظوظ وأمور دنيوية.